لانه المجتمع ما ينجم يتطور ولا ينجم يتقدم الا عن طريق الاخلاق. انا اذا اليوم نحكي على ازمه اقتصاديه داخل المجتمع التونسي قبل ما نحكي اليوم يا مدام هدى على ازمه اقتصاديه، خلي نحكي على ازمه اخلاقيه. اذا كل مسؤول داخل البلاد التونسيه يكون اخلاقه منضبطه، انه يكون صادق مع المواطن ومع الشعب التونسي اللي انتخبه او انه رشحه او غيره او غيره، تشوف البلاد كيف تمشي. انه نحيو هذا ما يسمى بالانفلاتات اللا اخلاقيه داخل المجتمع التونسي. صحيح كل شيء هذا ممنهج، خاطر احنا ما يخفاش علينا المجتمع التونسي عنده وعي، عنده انضباط، فما بالك اذا مع الانضباط مع الوعي واللي عندنا جانب اخلاقي كبير. ناكد لك رانا في ظرف وجيز، في ظرف 15 او 20 سنه نجم نكونوا في مصاف الدول المتقدمه اعتذر او في طور التقدم. اذا هي مسؤوليه جماعيه، نعرف الشيء ممنهج عن طريق الاعلام او الاعلام الغربي خاصه باش ننزلوا اصدقائنا وزملائنا، خاصه البرامج الاعلاميه الغربيه وما تقدمه من صور نمطيه لا تمثل المجتمع التونسي باي صله. اذا رجعنا انه تكون جميع الاطراف متكافئه ومتكلفه على انه ننهض بالشعب التونسي وبالامه التونسيه عموما بالمنطقه الديني على مستوى الاخلاق. هل نحتاج الى ثوره اخلاقيه؟ اكيد. انا هذا وين ما نكون حاضر معكم في اجورا ناكد انه المجتمع التونسي اليوم في حاجه الى ثوره اخلاقيه وثوره فكريه وثوره عقليه. اذا نبحث عن التقدم الاجتماعي والاقتصادي وحتى النفسي والتنموي، يجبنا ضرورة أن نحقق ثورة أخلاقية ومعرفية وفكرية. كيفاش معاد؟ لأن الكيفاش منه هذه ست المراحل. صحيح ما نجموش أنه في ظرف وجيز في ليلة ونهار مش نحقق هالنمو هذا. هذا الإصلاح يبدأ من الأسرة. احنا كوالدين لازمنا نرسخوا لصغيراتنا اللي تربينا عليه هيك القيم المزيانة المتعارف عليها، الحشمة، القدر، الاحترام، التسامح، المحبة. هذا من الكل لازم نعاودوا نرسوهم داخل العائله التونسيه، انه زيد كيف 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 داخل المؤسسات التربويه والمدرسيه نخصوا فضاء مهم للناس امتعنا من اجل الخطاب معاهم، الخطاب التوعوي. اضافه الى ذلك نجم نستحضر انه لهنا الدور عن طريق المجتمع المدني وحملات التوعيه والتحسيسيه انه ضروره الجانب الاخلاقي اهم من الجانب المادي، خاصه انه مجتمع اليوم اصبح قائم على الماده وعلى الصوره. ما نجموش ننكروه. دور الرقابة أساسا أو أخيرا أنه الدولة تراقب خاصة كل ما هو من شأنه أنه ينقص من جانب المجتمع الأخلاقي للمجتمع التونسي.